أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 قصور في الجنة تحظى بها بثلاثة أعمال بسيطة جدا، ربما لا تتخيل سهولة هذه الأعمال التي تجعلك صاحب هذه القصور. استمع معي أولا إلى حديث البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أنا زعيم، أي أنا أضمن وأكفل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجنة أيها الأحبة فيها 3 منازل: المنزلة الأولى ربض الجنة، المنزلة الثانية وسط الجنة، المنزلة الثالثة أعلى الجنة. انظر معي إلى هذه الأعمال كم هي سهلة، وكل واحد يستطيع أن يقوم بها بمنتهى السهولة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ما هو المراء؟ الجدال العقيم، الجدال الذي هو بهدف الجدال، كما نرى الآن للأسف على مواقع اليوتيوب والفيسبوك مناظرات وحوارات ومجادلات ليس الهدف منها تقديم معلومة مفيدة للمشاهد، بل الهدف أن يثبت كل إنسان قوة معلوماته، أن يثبت كل إنسان أنه تفوق على الآخر. فالمراء هنا والجدال هو من أجل الجدال وليس من أجل الفائدة. لذلك القوة ليس أن تدخل في جدال وتنتصر، بل القوة أن تبتعد عن مثل هذا المراء. طيب الابتعاد عن الجدالات العقيمة التي لا فائدة منها، بالله عليكم هل هذا العمل صعب؟ أصلا هل هو عمل؟ لا، هو فقط أن تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي وعدك ببيت في ربض الجنة إذا تركت هذه الحوارات التي لا فائدة منها. لأن هذه الحوارات أخي الحبيب، إنسان قد يدخل في جدال عقيم مع إنسان آخر قد يورثه العداوة والبغضاء، وتحدث خلافات وتحدث نعرات وتحدث مشاكل كثيرة جدا، يعني مشاكل قد تهلك الإنسان أحيانا. وبالتالي أنا هنا أود أن أقول لك أخي الحبيب، ترك المراء هو استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تحب هذا النبي الكريم ابتعد عن هذه الجدالات العقيمة، وابتعد عن الاستماع إليها أيضا لأنها توتر الأعصاب حقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخل في أي جدال بهدف أن ينتصر على من يناظره أو يثبت قوته أو قدرته أو مقدرته على المناظرة أو على الجدال أو غير ذلك. لذلك هذا العمل إذا تركته تضمن بيتا في ربض الجنة، وهي أقل منزلة في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يتابع ويقول: وبيت، يعني أنا زعيم ببيت أيضا في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. انظر إلى الأخلاق النبوية الرائعة. هذا هو النبي الذي يتهمونه بالكذب وأنه اخترع دينا لنفسه وأنه كذب على الله وعلى الناس. يتعهد لمن يترك الكذب حتى لو في المزاح، وهذه سنة نبوية مؤكدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا. آلاف الأحاديث النبوية اليوم لو قرأناها لا نجد فيها أي عبارة أو أي جملة أو أي حديث نطق به النبي فيه كذب أبدا، لم يكذب أبدا، وكان يقول: المؤمن لا يكذب أبدا. فإذا حتى وأنت تمزح مع شخص لا تكذب. طيب هذا العمل أيضا أقول بالله عليك، هل هو صعب؟ هل هو عمل أصلا؟ هو ليس بعمل، هو مجرد أن تترك الكذب. العكس، الكذب هو عمل يكلف طاقة في الدماغ. العلماء عندما درسوا منطقة الناصية هنا خلف الجبهة، المنطقة الأمامية من الدماغ، ثبت أنها هي المنطقة المسؤولة عن الكذب، هذه المنطقة. لذلك قال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. ووجدوا أن الإنسان عندما يقول الصدق فإن الدماغ لا يصرف أي طاقة تذكر، قول الحق أو الصدق لا يكلف الدماغ أي طاقة تذكر، ولكن عندما
الإنسان يقول الكذب أو يكذب فإن الدماغ يستهلك طاقة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن الكذب تحتاج أن تشغل فيه مراكز كثيرة في الدماغ لكي تحبك هذه الكذبة ولكي تضمن أن يصدقك الآخرون. فإذا ترك الكذب هو أمر بسيط وسهل، ليس عليك أي شيء سوى أن تترك الكذب وتحظى ببيت في وسط الجنة. انظر إلى هذه الأعمال السهلة أخي الحبيب، فقط أن تترك الكذب. لذلك الله تبارك وتعالى يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، بينما الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. البيت الأخير وهو الأهم، يعني لأننا كلنا نطمح لبيت في أعلى الجنة إن شاء الله ونكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام وبيت في أعلى الجنة لمن، يعني أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، أي أضمن لك بيتا في أعلى الجنة بشرط واحد، لمن حسن خلقه. حسن الخلق أيضا ليس بعمل. ما هو حسن الخلق؟ سأقول لك. إنسان أغضبك فتبسمت وقلت له سامحك الله، بكل بساطة أنت لم تقم بأي عمل، فقط منعت نفسك من الغضب والانفعال والحقد واللؤم والسلوك العدواني، منعت نفسك. حسن الخلق إنسان آذاك صبرت عليه. حسن الخلق أن تعطف على إنسان. الابتسامة من حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. أن تواسي إنسان بكلمة طيبة هذا حسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة. أن تعطف، أن تبر أبويك ولو بكلمة طيبة هذا أيضا حسن خلق. أن تقدم خدمة للناس هذا حسن خلق. أن تنصح إنسان حسن خلق. أن تدل إنسان على طريق الخير حسن خلق. فأبواب حسن الخلق كثيرة جدا وسهلة ومفيدة لك ولقلبك ولنظامك المناعي كما يقول العلماء في جامعة هارفارد. فإذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقدم لك فوائد عاجلة في الدنيا لحسن الخلق، وهي طول العمر والأعمار بيد الله طبعا ولكن لها أسباب، والتمتع بصحة جيدة، والتمتع بعلاقات جيدة، وكسب ثقة من حولك، لأن حسن الخلق دائما هو طريق قصير لتكسب ثقة الناس من حولك. وإذا كسبت ثقة الناس فهذا الأمر يجعلك أكثر سعادة وتفاؤلا. وبالتالي بكل اختصار أخي الحبيب، هذه البيوت الثلاثة أو هذه القصور الثلاثة تعهد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فإذا أنا أريد أن أختم، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هذا الحديث يوجهنا لسلوك نحتاج له اليوم. اليوم عصر مليء بالفتن، مليء بالاختلافات، مليء بالمشاكل، مليء بالهموم. فالنبي يعلمنا أن نبتعد عن المراء، عن الجدال العقيم، يعلمنا أن نترك الكذب، يعلمنا أن تكون أخلاقنا حسنة. حسن الخلق، حسن الخلق هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وأقرب الناس من النبي يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فالتزم بهذه الأعمال، وهي أعمال سهلة جدا وبسيطة، ولكن للأسف الكثير والكثير يعتبر أن الكذب أمرا جيدا، يكذب في تجارته ليحقق بعض المال الذي ليس فيه بركة، يكذب حتى في بيته معتقدا أن هذا الأمر جيد، يغش في تجارته، يسيء للناس من حوله معتقدا أنه على صواب، ويدخل في حوارات وجدال عقيم وغير ذلك. كثير من الناس يفعل هذا. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الابتلاءات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.